حقيقة تبني الدول خططها التنموية السنوية على أساس نسبة الفقر، نسبة العجز أو الفقر أو حتى نسب المحتاجين، فهاي النسب تضع لها رصد ميزانية خاصة من أجل رفع مستوى، لأنه 30% اللي راح نقول عليها أو 25% هؤلاء هم من يعتازون الحماية الاجتماعية، يعتازون الإيراد الشهري، يعتازون الصحة مجانية، يعتازون نقل السكن. للأسف الشديد هنالك هدر بالمليارات، لأن نتيجة يعني شمول عدد كبير من يعني العراقيين غير المستحقين لمنحة الرعاية، وبالتالي أنه الحكومة تعلن بين فترة وأخرى عن طريق وزارة العمل أنه هنالك يعني 9000 مثلا امرأة طلاق الوهمي مشمولة براتب الرعاية المطلقات أو مستفيدين من رواتب الرعاية ويمتلكون يعني سيارات فارهة أو دور أو من غيرها، وبالتالي هذا التجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية ده يأثر على فعلا الإنسان المستحق. والله واقع الحماية الاجتماعية بالعراق يميل نحو يعني النهوض للمواطن بصورة جيدة، ولكن مو كل الفئات اللي هي بالمجتمع مشمولة بهذا الشيء بصورة جدية، فعلى الحكومة أن تشمل أكبر عدد ممكن من العوائل المتعففة بالواقع الاجتماعي اللي بالعراق، وأن تعالج معالجة جذرية، وأن تعطي المبالغ اللي هي مستحقة للفرد العراقي المستحق يعني المتعفف بصورة جيدة. حياكم الله. عمان على حكومة الخدمات برامج ومنهاج عقبات وإنجازات، فهل حققت التعهدات؟ واقع يشكو الفقر ومواطن يبحث عن النجاة ولو بإعانة تسد أبسط الاحتياجات. تحديات حاوضت المجتمع العراقي بأحلك الظروف، غاب الاهتمام فخلف الاحتياج والحرمان، أموال رصدت، مبادرات أطلقت، تخصيصات ازدادت، وقاعدة الشمول توسعت، فهل أنقذت الإجراءات ما دمرته سنين الحصار والأزمات كالإجراءات والقرارات الغائبة في ملف الوزارات؟ تقييم لا نعرف نتائجه حتى الآن، وتعديل لا نعرف توقيته. متى تبان الملامح ويظهر لنا صاحب العمل الصالح من الطالح؟ نسب إنجاز متباينة، مخالفات وأحكام متراكمة، تقارير تعصف بالإدارات والدوائر بشكل يومي، فلماذا لا يطلق نداء الإصلاح؟ وهل تأثر بصد التدخلات أم أن خشية لومة اللائم كانت خطاب مؤتمرات؟ وقرارات الإعفاء ستفتح على الحكومة جبهات؟ أسئلة ستطرح في حلقة اليوم ولن نخرج بدون إجابات. الأول راح يكون عن واقع الفقر والحماية الاجتماعية في العراق، كونها من أبرز تعهدات حكومة السيد محمد شاع السوداني. راح نفتحها وياكم مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية الدكتور سناء الموسوي، حياك الله. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا دكتور سناء. دكتور، أبدأ وياك بصراحة، قرابة عامين على حكومة السيد محمد شاع السوداني التي تعهد
بتوفير أكبر قدر من الممكن لشمول الرعاية الاجتماعية لبعض المواطنين المحتاجين وبالتالي تقليل نسب الفقر. هل تحقق هذا بالفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا جزيلا لكم ولمشاهدي قناة الأيام. بالنسبة للملف الحماية الاجتماعية، مثل ما تعرفون الحكومة كان في برنامجها الحكومي أعطت من أولى أولوياته هو الحماية الاجتماعية، والحماية الاجتماعية أطلقنا النافذة الإلكترونية ومن ثم برنامج مظلتي لتسهيل على المواطن متابعة المعاملة ومتابعة ما تصل إلى أي مكان المعاملة في وزارة العمل. نعم. تم استهداف المناطق الأشد فقرا، يعني تم البحث على الفئات الهشة والفقيرة في المناطق الأقضية والنواحي في كافة العراق، محافظات العراق، من خلال وزارة التخطيط حددت المناطق الأشد فقرا وتم إطلاق الحملة. شنو هي المعايير للمناطق الأشد فقرا؟ يعني شو تعرفون أو يعني تعرفون المناطق الأشد فقرا؟ توجد معايير لدى وزارة التخطيط هي اللي تحدد النسب السكانية في الأقضية والنواحي، تحدد المستوى المعيشي للمواطن العراقي، وعلى أساس هذه المعايير تم تحديد المناطق في كافة مناطق العراق، وكانت لها الأولوية في البحث حسب توجيهات السيد رئيس الوزراء. أطلقت الحملة الميدانية واستنفرت كل كوادر وزارة العمل، ومن ثم تم يعني بحث 2,300,000 لحد هذا اليوم أسرة في من أسر العراق كافة، وتم شمول 900,000 أسرة عام 2023، وفي عام 24 تم شمول 61,000 اللي هي قبل أيام تم إطلاقها والإعلان عنها، اللي هي شملت المعاقين وشملت الأيتام وأطفال السكري. لكنه 900,000 أسرة في عام 2023 شملت كافة الفئات، العاجزين والمعاقين والنساء الأرامل، المطلقات والشباب العاطلين عن العمل، ذوي الدخل المحدود، 900,000 أسرة. حاليا لدينا في قاعدة البيانات تقريبا 1,200,000 أسرة باحثين ومكملين ينتظرون التخصيصات المالية. إن شاء الله في عام 2025 راح تطلق في موازنة 2025 تكون هناك مبالغ لشمول عدد من هؤلاء الموجودين اللي 1,200,000 أسرة في قاعدة البيانات. وزارة العمل والحكومة تبحث لإيجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب الموجودين في قاعدة البيانات. بالتالي بحمد الله تم شمول 37,000 إخراجهم من قاعدة البيانات الحماية الاجتماعية وزجهم في تعيينات وزارة الداخلية الأخيرة ضمن عقود. قدمنا مقترح للسيد رئيس الوزراء لشمول النساء أيضا، خصوصا بمناطق المقدسة اللي بها عتبات واللي بها مزارات، أن تكون حصة للنساء أيضا اللي تكون تتفق وزارة الداخلية مع وزارة العمل ضمن ضوابط وشروط وزارة الداخلية من حيث العمر وبقية الشروط. شو معنى المناطق المقدسة دكتور؟ يعني مناطق المقدسة باعتبار تحتاج إلى مفتشات سواء في المراقد، المزارات، وصار الاتفاق أن نشمل كافة المحافظات. بعض المحافظات هناك بحاجة إلى مفتشات في دوائر الدولة، وتم تحديد نسب حسب المحافظات واحتياجها للنساء، وتم تشكيل لجنة ووضع آلية لاختيارها يعني النساء من ضمن قاعدة البيانات، اللي انه العمر المحدد من عمر 18 الى عمر 25، والوزن والشهادة، اقل شهادة يجب ان تكون الابتدائية. هذه الضوابط والشروط اللي وضعتها وزارة الداخلية. وزارة العمل يعني سلمت وزارة الداخلية بمجموعة من الاسماء وفق الضوابط والشروط. دكتور أرد أسألك بصراحة، كل ما تتفضلين به صحيح بالأرقام وبالنسب، لكن رب سائل يسأل يقول هذولا كلهم مستوفين المعايير، كلهم محتاجين؟ يعني أنت حضرتك تعرفين أكثر من 9,000 مرأة مطلقة طلاق وهمي، يعني هي متزوجة لكن طلاقها وهمي وتأخذ راتب من الرعاية الاجتماعية. طيب لو تحدثنا عن هذه النقطة بالتحديد شلون تشوفين؟ يعني هي خلافات، مخالفات كثيرة في ملف الحماية الاجتماعية، لكنه
احنا تم بالفترة الأخيرة إحصاء 260 ألف أسرة مخالفة ومتجاوزة على شبكة الحماية الاجتماعية، وتم استرداد 298 مليار من المبالغ المتجاوز عليها. مرة يكون يعني متعينين بدوائر الدولة، مرة مثل ما ذكرتوا مطلقات بشكل وهمي، وكثير من الحالات التجاوز اللي موجودة واكتشفتها وزارة العمل. نعم. هذه بحمد الله هناك إحصاء لهذه الحالات وتقاطع بيانات مستمر، التقاطع البيانات في كافة الوزارات مع يعني قاعدة البيانات وزارة العمل، وتم إحصاء 260 ألف أسرة واسترجاع الأموال. الأموال تم استرجاعها قسم نقدا وقسم مقسطة شهريا لمدة نعم. 10 سنوات لاسترجاع هذه الأموال. أصبح المواطن العراقي كان عنده جهل، بعض خصوصا النساء عندها جهل بالقانون، ما تيجي تراجع وزارة العمل. اليوم لما بدأت الإعلان عن المبالغ وعن الاسترداد وعن المبالغ اللي تقع على عاتق هذا المواطن من الديون، بدأ المواطن يجي يعني يبلغ وزارة العمل إذا تعين أو إذا توفى الزوج أو إذا يعني أمور كثيرة، أو إذا كان مسجون بعدين يطلع من السجن حتى ما تترتب عليه غرامات مالية، يخاف من الغرامة. فهذا الموضوع أصبح أسهل مما كان في السابق. ولكن دكتورة بصراحة يعني من خلال الشارع ومن خلال ما يردنا في البرنامج نعرف هواي أكو حالات مشمولين براتب الرعاية الاجتماعية وهو عنده جكسار وعنده شركات وما محتاج. زين أنا أريد أسأل على أي أساس منح له الراتب وهو عنده سيارة 2023 لو 2022؟ بالنسبة إلى موضوع السيارات، السيارات لا بالعكس محددة. يعني إحنا تعرفين اللي نكتشف عنده سيارة لابد وزارة يعني دائرة المرور تنطي براءة ذمة. عندنا محددين يعني أنه السنوات اللي تمنح لها، يعني يا موديل اللي تمنح له رعاية اجتماعية. بعض مثلا احنا قايلين موديل 2015 فما دون ذول يستحقون رعاية اجتماعية. نعم. مرات عنده جكسارة موديل 2007 لما تجي الوزارة يعني دائرة المرور تقول هذا 2007. 2007 هو مشمول ضمن التعليمات انه ياخذ، بس لما تجي نشوفين سعر الجكسارة بيش وزارة العمل مثل هيك حالات اوقفت الراتب، لكنه يعني بعض الحالات قد تمر لكنه تكتشف، يعني مستحيل حالة ما تكتشف وتسجل ديون على هذا المواطن اللي يتجاوز. ممكن هاي السيارة مسجلة باسم غير اسمه؟ هما بعض الأحيان المواطن العراقي هم يتحايل على القانون يبدي يسجله بغير اسم السيارات، أو بعض الناس يخافون من الضرائب مسجلين باسم عوائل متعففة سيارات، واكتشفناها كثير من العوائل متعففة وتستحق راتب رعاية لكن أقاربهم مسجلين بأسمائهم سيارات. دكتورة فهناك الكثير مثل هذه الحالات. نعم. تم معالجتها. المواطن لما ينقطع راتبه يروح يراجع يعني المرور ويحاول أنه السيارة إذا كانت صحيح ملكه، مرات يتحايل يسجلها بغير يعني أفراد أسرته. زين دكتورة أرد أسأل شنو أغرب حالة سمعتيها أو مرت عليك؟ هي حالات كثيرة يعني، لأن أكيد هذول متحايلين على القانون، معقولة ولا حالة غريبة مرت على حضرتك؟ يعني أنا عندما زرت المدارس متابعة منحة الطلبة، نعم، باعتبار منحة الطلبة مقترح قدمناه والحمد لله يعني ساهم في منع تسريب الطلبة. تعرفين رجعوا 123 ألف طالب للمدارس. جيد. فهذه لابد متابعتها ونتابع ماذا حققت المنحة لهؤلاء الطلبة من تحسين يعني المستوى العلمي، من عدم التسريب من المدارس. المديرات المدارس ذكروا لي فد ملاحظة باعتبار أو معلمات يعني الكادر التدريسي بالمدارس. طيب. ذكروا أنهم أعرف بطلابهم، يعرفون الطالب الفقير من الطالب اللي مستواه من خلال ملابسه، من خلال تغذيته، من خلال
تفاعله بالدريس من خلال كثير أو أهله، متابعتهم، مستوى المعيشي مالتهم، المدرسة تكون أقرب للطالب. فذكروا لي بعض المدارس الريفية، يعني قالوا إحنا مشخصين بعض الحالات ذولا متجاوزين على الراتب الرعاية الاجتماعية. شلون؟ لا يعني يعرفوهم أنه حالات ميسورين وبالتالي يأخذون راتب ويأخذون، لأن منحت الطلبة للعوائل اللي يأخذون أهلهم إعانة اجتماعية. فلما الأب يجيب الطفلة بسيارته، خب هاي المدرسة تراقب، بينما قد طالب موجود في نفس الصف هو بحاجة ما مشمول بعد ضمن يعني قاعدة البيانات. توجد مثل هذه الحالات اللي يعني ذكرت في بعض المناطق تحصل، لكنه الأخوة في وزارة العمل في هيئة الحماية الاجتماعية مستمرين في البحث، مستمرين في تقاطع البيانات، ومستمرين في الحجز. بمراجعة احنا كبار السن نتأمل دكتورة. اكيد احنا شوفي راح يصير بعد ايام احصاء زين، هذا الاحصاء هواي راح يفيدنا كوزارة عمل، لان على ارض الواقع راح يصير بحث ميداني وتشخيص لكل الاسر الموجودة في العراق، واكيد راح يشخص منه اللي قاعد ياخذ راتب اعانة اجتماعية هو ما محتاج، ومنه اللي محتاج وإحنا قد ما وصلنا له أو موجود في قاعدة البيانات. الإحصاء راح يفيدنا، راح يشمل لنا شقد عدد المعاقين عندنا، المصابين، مكفوفين، يعني ذوي الدخل المحدود، البيوت الإيجار، المتجاوزين، هذا كل إحصاء راح يفيدنا في قاعدة البيانات، ويفيدنا في يعني أعطاء يعني الأسر والعوائل الأكثر احتياج لرواتب الحماية الاجتماعية. بالتالي أكيد راح يصير استهداف لهذه العوائل راح يتغير بعد الإحصاء. بصراحة أسولف وياك، أكو ابتزاز، أكو مضايقات، أكو بيروقراطية، أكو تعدي على من يراجع للرعاية الاجتماعية. يعني سابقا كان أكو موجود، لكن حاليا أصور أخف، يعني مع الأسف المواطن ما يبقى ينتظر تعليمات، ما يبقى ينتظر اسمه، يروح ينطي ورقتين ثلاثة. بعض ذول المبتزين يستخدمون أسماء شخصيات حكومية، إنه انطونا إحنا راح ننطي لهذا المسؤول يمشي لكم هذه المعاملة. اكتشفنا كثير من هذه الحالات الموجودة مع الأسف، يعني هو هذا الفقير يجون عليه يخلوه حتى يتداين مبالغ. يعني أنا عندما كنت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية كانت هناك الكثير من هذه الحالات، أوقفتها. أنا أطلقت فد إعلان كل من يعني مبتز يجي يبلغني من الشخص اللي ابتزه، وأنا أصرف لك كارت في نفس اليوم. واكتشفت تواصلوا وياك؟ بلي كثير، قسم كانوا موظفين يبتزوهم تم طردهم من يعني دائرة العمل، وقسم مثلا محامين، قسم أصحاب أكشاك وزارة العمل حملات الأخيرة، هذه الأكشاك اللي موجودة ضمن دوائر يعني في أبواب أقسام الحماية الاجتماعية تم إزالتها ومتابعتها ورقابتها. كثير من هذه الأمور كانوا يبتزون هذا الفقير، يأخذون منه أموال بحجة أنه إحنا نصرف لك الكي كارد. أيام الانتخابات تم استغلال الكي كارد واستغلال الحماية الاجتماعية للحصول على الأصوات. كثير من هذه الأمور اللي حصلت، لكنه اليوم بحمد الله يعني إدارة السيد وزير العمل، متابعة السيد رئيس الوزراء، رئيس الهيئة، وجودنا، متابعتنا لبعض الحالات، رفع والاستماع إلى مقترحات العديد من الشخصيات وإرسالها إلى السيد رئيس الوزراء، التفاعل مع هذا الملف كحكومة بشكل كامل. هذا الملف هذا قلل الفقر لو زاد الفقر، لأنه هذا قلل الفقر بالتأكيد، قلل لو زيدته من حيث الضغط على الموازنة العامة للبلاد. شوفي عزيزتي، أولا هذا الموضوع مالس الحماية الاجتماعية، أولا احنا مو فقط اعطينا عن اجتماعية، المنحة المجانية، الضمان الصحي، السلة الغذائية، تقليل الأقساط على الطلبة اللي يعني بالجامعات المسائية، أعطاء المنح المجانية للطلبة اللي معدلاتهم 93 فما فوق في الجامعات والكليات الطبية. هذه كثير من الأمور، واجب الحكومة أن تلتفت لهذه العوائل وأن تساعدها وتساهم في حالة وجود عدم تعيينات، عدم وجود
القطاع الخاص، الحكومة مو فقط قطت إعانة اجتماعية، ساهمت في تعديل القوانين اللي ساند الحماية الاجتماعية، مثلا قانون الضمان الاجتماعي هذا لأول مرة في العراق. نعم. اليوم الحكومة تضع مثل ما تضع للموظف الحكومي تقاعد، تضع لنفس النسبة للقطاع الخاص، والتقاعد الاختياري صار، فكثير من الأمور اللي ساهمت في رفع ومكافحة الفقر في العراق، بالإضافة إلى التعديل الأخير لقانون الإعاقة، قانون رقم 14 لسنة 24، تعديل قانون ذوي الإعاقة، هذا يعني كثير ساهم في إن شاء الله إذا طبقت كل مواد هذا القانون بالتالي راح نساهم في مساعدة ذوي الإعاقة في كل المواد. إحنا أرسلنا كتاب قبل أيام لكل الوزارات لتطبيق الفقرات التي وجدت في هذا القانون في التربية، الصحة، التعليم العالي والإسكان، في توفير بيئة صديقة للمعاق. نعم. اليوم أنت مثل ما تشوفين لابد لهيئات الإعمار وهيئات الاستثمار وبناء المدارس والجسور والطرق وكافة ما يحتاج المعاق، يجب أن نوفره في الطرق، في استيراد المواد، السيارات، النقل، وهكذا كثير من المواد اللي موجودة تساعد المعاق في توفير بيئة صديقة إلى. نعم. بالإضافة إلى نسب التعيين، إلى الدراسة وتوفير مستلزمات الدراسة وتوفير معاهد خاصة، فهذه المواد اللي موجودة. والفقرة المهمة كان المعاق يبحث عن معين، يعني إذا أكو فرد في يعني أسرة هو معاق وكانت الأسرة تأخذ حماية اجتماعية، أصبحت هناك تجاوزات وديون كثيرة لأنه ما يصير معاق أكو إلى معين من نفس أسرته، فكانوا يبحثون عن معين، مرات ما يجدون من أقاربه، يبحثون عن شخص جيرانه أو صديق زي. وبعض الحالات كان يأتون يبلغون أنه حالات ابتزاز، هذا الراتب تأخذ هذه الأسرة سواء كان جارهم أو صديقهم يأخذ الراتب أو ينطيهم نص الراتب. اليوم بالتعديل الأخير يعني يسمح الجمع بين الإعانة الاجتماعية وبين المعين، يعني إذا الأسرة عندها ثلاث معاقين يحق الأم أو الأب يكون هو المعين لهؤلاء. أوه. الثلاثة قطعت ويحق الفرصة على المبتزين والمستفيدين من الموضوع، ويحق له أن يأخذ إعانة اجتماعية. يعني إحنا اليوم عندما صارت الحملة الأخيرة تنازلوا الآباء أو الأمهات عن راتب الحماية الاجتماعية وأن يكون هو معين لهذا المعاق، اليوم عندنا 33 ألف فرد تم إعادتهم، يعني وفروا لهم وزارة العمل وفرت مليار تقريبا و600 مليون للـ 33 ألف تم إعادتهم إلى قاعدة البيانات وشمولهم بالإعانة الاجتماعية، يعني أصبح هو معين وهو يأخذ إعانة اجتماعية. لا. فبالتالي هذا أول فقرة طبقت لقانون ذوي الإعاقة المعدل. كل ما تفضلنا به وتفضلتي به حضرتك كان هو إيجابيات، لو جينا نحكي على السلبيات أو المعوقات، شنو أبرز التحديات، المعوقات، السلبيات في عملكم اللي تسعون إلى تصحيحها وتعديلها؟ واحدة من عدهين أنا أطلبت من السيد رئيس الوزراء أن تبقى نافذة الإلكترونية مفتوحة للمرأة للتقديم، الأرملة أو المطلقة أو العاجزة أو العزباء، المرأة بحاجة إلى من يعني يعينها وإن يوفر لها مصدر الرزق، هي هذا شيء مو بيدها، يعني دكتورة تقعد الصبح تلقى زوجها متوفي، بالتالي أي بس يقول لك إذا مكننا المرأة انطيناها فلوس راح تتمرد على الرجال وراح يصير حالات. لا، هذه المرأة الأرملة أو المطلقة فقط. أنا أتحدث زين. هذه المرأة الأرملة والمطلقة عندما إحنا فتحنا نافذة الإلكترونية وبقت مفتوحة لكن وقفنا البحث الاجتماعي لها، يعني سجلوا عام 2023 لحد هذا اليوم هم ما مبحوثين، يجب على وزارة العمل على الحكومة أن هذه المرأة لها خصوصية، أنه عندما تسجل لابد أنه يكون لها يعني بحث اجتماعي مباشرة وأن تعطى راتب من صندوق الحماية الاجتماعية. إحنا في هيئة الحماية الاجتماعية عندنا صندوق، هذا الصندوق ضمن القانون موجود إلى نسب يأتي، إحنا تعرفين من كل موظف يقطعون نسبة من الراتب، عندنا من الأوقاف أكو نسبة، من الشركات الرابحة أكو فد نسبة، وكثير من المواد الموجودة زي.
لابد أن تكون خصوصية للمرأة الأرملة أو المطلقة. هذه المرأة مرات تعيش ذليلة، تبحث عن مصدر رزق إلى أولاد، خصوصاً إذا كان الزوج ما موفر لها سكن وتوفى وهي في الإيجار، من يدفع لها إيجار في هذه الظروف الصعبة؟ لها الله. أنا وجدت كثير من الحالات اللي عندها أيتام صغار تبحث وتطرق الأبواب على المؤسسات وعلى الناس للمساعدة، سواء كانت الأرملة أو مطلقة. المطلقة تكون كلش أصعب لأن أكثر المؤسسات تنطي رواتب للأرامل والأيتام، بينما المطلقة لظروف صعبة. إحنا هسه ما نقول إحنا خب إحنا ما نشجع الطلاق، وكثير من القوانين تحاول. صار واقع حال اليوم، إحنا عندنا أعداد محيطة عندنا أعداد كثيرة. هذه المرأة عندما تأتي إلى بيت أهلها، إذا وحد هي لابد أهون لما تكون عندها أطفال، وإذا أهلها كانوا مستوى المعيشي مالتهم يعني متعب، فهذه المرأة لابد للحكومة أن توفر لها مصدر رزق، ويجب أن يكون يعني صحيح أكو موازنات خاصة ومحددة، لكنه صندوق الحماية الاجتماعية أنا أتمنى يصير قرار. هذا القرار فقط للمرأة أن تعالج هذه الحالات يعني تجيك حالات مرة الأم والأب متوفين وهي عزباء، والأخ أغرب حالة حضرتك تعاطفتي وياها أو سمعتي بيها حول هذا الموضوع، امرأة مطلقة ما تلقى أحد يعيلها، شن هي دكتورة؟ يعني عندي حالة أنه ما عندها أحد اللي تعيش عنده، أم وأب متوفين والأخ ظرفه صعب وزوجته هو يسكن ببيت إيجار صغير، ما عندها غرفة ببيت أخوها، وعندها أطفال ثلاثة بوقتها وما عندها مكان تقعد بي، وين تروح؟ يعني مثلا احنا جمعنا لها ان نأجر لها فد بيت لمدة 6 أشهر، بعدين وراها لابد ان اكو راتب حتى يعينها. الى متى تبقى تاخذ من هذا وهذا؟ الحكومة والدستور كفلها ان توفر لها حياة حرة كريمة. ممكن نسمع هذه الحالات نعم. يعني صعبة، لابد انه الحكومة حتى البنية العزباء اللي ما متزوجة وما عندها وظيفة وما عندها شهادة، لما ابوها وامها يتوفون وما عندها مصدر رزق، بالتالي بعض الحالات الاخوان صحيحة احنا العراقيين خب احنا نعيش حالات اجتماعية، لكنه اكو حالات صعبة، مرة الاخ معاق، مرة الاخ مريض، مرة الأخ ما عنده مصدر رزق إلى ولعائلته، هي تشعر أنه هي ثقيلة. بالتالي أني هو القانون اسمه قانون حماية اجتماعية، يعني أني أحمي يا فئات، أحمي هذه الفئات الهشة ضعيفة، وأحمي الفئات كبار السن. شوفي هذا كبير السن يعني هو يريد يعيش عزيز، ويا صعبة يطلب من غيره حتى من أبنائه، فلما نجي نضع في جيبه يريد يزور، يريد يشتري أدوية، يريد يروح، يريد يعطي حفيد، لابد أنه يعيش بعز وكرامة. هذا الحكومة أن توفر له هالمبلغ البسيط، لكنه يشعر أنه الحكومة شاعرة به ومنطيته استحقاقه. فقانون الحماية الاجتماعية قانون جيد، ويعني انطى فد حق رغم أنه بساطة، رغم بساطة المبلغ، لكنه إحنا نتأمل أنه الشباب العاطلين عن العمل أن يسجلون بقانون الضمان الاجتماعي. إحنا مرات المواطن نقول له ليش تبحث عن يعني مصدر رزق حكومي، يقول أنا أريد ضمان لأولادي لزي بعد ما أكبر. اليوم إذا الضمان نوجد بقانون الضمان الاجتماعي، أنت روح قاعد تعيش حر، طيب الوظيفة هم صعبة وروتين، أنت تعال قاعد تعيش، هذا مصدر رزق يعني، خصوصا بعض المحافظات بها عمل كثير، وتعال سجل ضمان اجتماعي راح يصير لك ضمان لكل الشباب، فبالتالي هذول راح يطلعون من قاعدة البيانات. وعلى الوزارات عندما تحصل تعيينات لابد تأتي بالدرجة الأولى للناس المبحوثين موجودين في قاعدة البيانات، يعني وزارة الداخلية مشكورة لما صار القرار أن تأخذ من قاعدة البيانات، لأن ذولا الفئات الهشة اللي تم بحثهم. بالتالي أنا إلى متى يبقى يأخذ إعانة اجتماعية؟ اليوم لما أنطي راتب ويتعين أنا اليوم قضيت على الفقر عائلة انهضت بيها. جدا وضحت الفكرة، شكرا جزيلا مستشار رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية الدكتورة سناء الموسوي، حياك الله، نورتينا بحصاد اليوم، وفقكم الله لكل خير. ملفنا الثاني راح يكون عن التقييم والتغيير الوزاري لحكومة السيد محمد الشياع السوداني، راح نفتح هذا الملف بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع.
أن الحكومة تنتظر هذه الخطوة المهمة من أجل التقدم إلى مجلس النواب لإقرار التعديل الوزاري المبني على تقييم أداء الوزراء. عاد رئيس الوزراء الحديث مرة أخرى عن التعديلات الوزارية ضمن طاقم حكومته بهدف تحسين الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها البلاد. السوداني طلب التقارير البرلمانية المتعلقة بتقييم الوزراء ونسب الإنجاز التي ستكون من ضمن مقياس التقييم لأداء الوزارات تمهيدا للتعديل الوزاري المرتقب. من الضروري على الحكومة أن تعيد حساباتها بين فترة وأخرى، وخاصة وأن هذا الأمر الذي يتحدث به رئيس الوزراء هو ضمن المنهاج الحكومي الذي تم طرحه مسبقا. كانت هناك فقرة تتيح لرئيس الوزراء بمراجعة الوزراء وتقييم عملهم، وسيعتمد رئيس الوزراء على 3 مجسات إذا صح التعبير. أولا على تقارير ديوان الرقابة المالية وما أشارته من عمليات فساد في هذه الوزارة أو تلك، وثانيا على تقييم مجلس النواب على اعتبار أنه مجلس النواب يراقب عمل الحكومة وبالتالي لديه إشكاليات أيضا على بعض الوزارات، والأمر الثالث على التقييم الحقيقي لمكتب رئيس الوزراء أو للحكومة ذاتها بمراقبة وزاراتها. ويرى مختصون أهمية التعديلات ألا تقتصر على تغيير الأفراد فحسب، بل إجراء مراجعة شاملة للسياسات المتبعة في الحكومة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة في محاسبة الفاسدين. إلا أن الإصلاح الوزاري أصبح مرهونا بحسب ملف رئاسة البرلمان الذي يعيش حالة شغور منذ أكثر من عام، الأمر الذي يعطل بشكل مباشر إجراء أي تعديل في كابينة رئيس الوزراء الحكومية. محاسبة الوزارات وعملية العمل على تنظيف الوزارات من الفاسدين، وشرط هذا العمل بعملية اكتمال انتخاب رئيس مجلس النواب، وبالتالي أصبحت العملية متلاصقة مع هذا المطلب السياسي. رئاسة البرلمان فاختيارها يعود إلى التوافق بين الكتل السياسية، في حال إذا كان هناك اتفاق بين الكتل السياسية على شخصية معينة من الممكن أن يكون هو الذي يرأس البرلمان، وهذا معطل من قبل بعض الشخصيات التي تريد أشخاص معينين والآخرين لا يريدونهم، وهذا باقي، وأعتقد أنه سوف يتأخر اختيار رئيس البرلمان إلى فترة أطول من هذه الفترة. يبقى الشارع العراقي يترقب ما ستسفر عنه هذه التعديلات، وسط آمال في أن تحمل معها إصلاحات حقيقية وجدية تنعكس على واقع البلاد الاقتصادي والخدمي. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور الحديث في ملفنا الثاني راح نتناقش به مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حمزة مصطفى، حياك الله. أهلاً وسهلاً. كما أرحب كل الترحيب بالباحث في الشأن السياسي الدكتور مجاشع التميمي، حياك الله. أهلاً وسهلاً. الله يسلمك. أبدأ معك أستاذ حمزة. سيد السوداني تعهد بتقييم عمل كابينته الوزارية، لكن لا عنب شفنا ولا سلة، كل شيء ماكو، مجرد وعود مجرد كلام، هل يصعب تحقيق على أرض الواقع؟ نعم. أولا شكرا جزيلا لك وصديق الدكتور مجاشع ومشاهديكم الكرام. الحقيقة طبعا نعم، رئيس وزراء عندما تسلم المسؤولية وفي وقت مبكر أعلن أنه سيقوم بإعادة تقييم للكابينة الوزارية وكذلك لكل هياكل الدولة، يعني المدراء العامين وغيرها. نعم. بدأت بالفعل إعادة تقييم للكوادر الأطر الوسطى، المدراء العامين وغيرهم، وتم تثبيت الكثيرين منهم وإعفاء آخرين. بالنسبة للتعديل الوزاري هو أعلن أنه سيعمل على ذلك، ولكن بما أنه طرح الموضوع بوقت مبكر كان يبدو الهدف منه هو يعني أولا تحفيز الوزراء حتى يبدون، لأنه ما معقولة أنت خلال 2 أو 3 شهور وراح تقول راح يعني نسوي إمكانية التعديل الوزاري، فهذا معناها تحفيز الوزراء أن يعملون جميعا بطريقة يعني كل واحد يحس نفسه أنه لازم يقدم حتى لا يشمل هذا التعديل في وقت ربما قريب. والرسالة الثانية اللي راد يوجهها للكتل السياسية يشيك وضعها، أنه هذه الكتل السياسية اللي هي رشحت الوزراء، وهذا طبعا عادة معمولة بالعراق للأسف، أنه إحنا نجيب رئيس وزراء نكلفه، ولكن الكتل السياسية صحيح اللي هي طبيعة نترشح من يمثلها، ولكن يبقى هذا الذي يمثلها حتى وهو يصبح وزير يبقى كأنما تابع للكتلة، أو الكتلة متمسكة به حق باطل سواء كان ناجح أم
أم غير ناجح. يقول بس رئيس الوزراء تصدى لهذا الموضوع، زين كم إخفاق المفروض نشوف من الوزارات حتى رئيس الوزراء يآمن بأن هذا الوزير غير كفو؟ احنا هاي النقطة اللي هي اللي وعد بها في فترة مبكرة من كابينته. الآن قبل أيام أيضا عندما ألقى كلمة متلفزة تحدث بها عن البرنامج الحكومي لوزارته ونسب التنفيذ، أيضا طرح إمكانية تعديل وزاري شريطة أن يعني يستكمل مجلس النواب رئاسته. وطبعا هنا يصبح لزاما في الحالة هاي بعد أن شاهدنا جميعا احنا كمراقبين أنه أكو تفاوت في أداء الوزارات والوزراء، وبالتالي هناك مؤشرات ربما على بعض الوزراء تستوجب إعادة النظر أو التغيير. ولكن يبقى هذا الأمر مرهون ليس فقط برئيس الوزراء. إذا شفت البرلمان هاي السنتين ونص لا استضافة لا استجواب لا مدري شنو، فالبرلمان إذن البرلمان يتحمل مسؤولية، يتحمل جزء طيب أكبر من المسؤولية في هذا طيب المجال. دكتور مجاشع أجد الترحيب بحضرتك. وين مشكلتنا؟ مشكلتنا رئيس الوزراء يوعد وما ينفذ، مشكلتنا مشكلة برلمان، مشكلتنا الوزير إلى ظهر قوي ويقول أنا ما راح أطلع من منصبي لأنه الكتلة السياسية وراي، وين مشكلتنا بالضبط؟ شكرا جزيلا سيد فرح، وتحية لكم ولقناتكم الغراء وجمهوركم الكريم وأستاذنا أستاذ حمزة مصطفى. أنا أعتقد أنه المشكلة الأساسية في ائتلاف إدارة الدولة. ائتلاف إدارة الدولة قيد الحكومة وقيد مجلس النواب، هذه التوافقية التي لم تمر على العملية السياسية منذ عام 2003 ولغاية الآن، توافقية للأسف الشديد وصلت إلى مراحل تقييد حتى رئيس الوزراء. يعني معلومة من أحد المستشارين المقربين من رئيس الوزراء يقول أنه رئيس الوزراء تقريبا 90% من الوزراء غير مقتنع بهم وبأدائهم ومنذ اللحظة الأولى. ولكن مررت سيد فرح تذكرين في الفترة الأولى أنه أزمة التيار الصدري ولا غير ذلك، ولهذا قوى الإطار التنسيقي وعدت رئيس الوزراء أنه فلتمضي الحكومة الآن. نعم. وتنتهي الأزمة مع التيار الصدري ومن ثم نذهب إلى تعديل وزاري، وهذا ما أكده رئيس الوزراء في أحد اللقاءات التلفزيونية في شهر نيسان من عام 2023، وقال بالحرف الواحد أنا ماضي لتعديل وزاري. ولكن جاء ردة الفعل سريعة من بعض قيادات الإطار وفي مقدمتهم السيد نوري المالكي فيما يبدو أنه غير راضي على هذا التعديل، باعتبار أنه التعديل سيدخل العملية السياسية والحكومة في أزمة، باعتبار أن الكل مشتركين. الأزمة أنهم كلهم مشتركين في هذه الحكومة. هذه الإشكالية إحنا لو نطبق الدستور مثل ما هو موجود ونطبق الآليات القانونية والدستورية ما دخلنا إلى هذه الأزمة. يعني لو كان هناك كتلة حقيقية تدعم رئيس الوزراء وكتلة هي يمثلها رئيس الوزراء لحلت الإشكالية. ولكن اليوم رئيس الوزراء إذا يريد يعدل مثلا أي وزارة هي تنتمي لجهة سياسية، وبالتالي أنا تبدل وزيرهم خلي وزيرهم ما يقدر، ملازم في سلة واحدة مثل قوانين اليوم التشريعات اللي تصير عندنا. ما يقدرون يصوتون على تعديل قانون 188 إذا ما يصوتون في نفس الوقت على قانون العفو بالنسبة للسنة وبالنسبة للأكراد على إعادة الأملاك التي صدرها النظام. هاي الإشكالية، هاي إشكالية التوافقية. وصلنا إلى مرحلة العجز. بالبداية كانت الأزمات ممكن أن تحل، إضافة إلى أن القيادات كانت محصورة بالسيد عبد العزيز الحكيم رضوان الله عليه، بالسيد مقتدى الصدر، بالسيد نوري المالكي. هاي بالنسبة للبيت الشيعي. البقايا الأخرى أيضا بالنسبة للبيت الكردي البيت السني معروفين اثنين ثلاثة زي. اليوم قوى الإطار وصلت عددها إلى عدد كبير، القوى السنية أيضا مختلفة، القوى الكردية. وبالتالي إذا كانت هناك رغبة حقيقية بمعالجة الإشكالية فضرورة مغادرة التوافقية. أكو لا هي مستحيلة دكتور. التوافقية على الأقل تصير توافقية، يعني نقدر نقول ديمقراطية مثلا. مو الكل يدخلون بالانتخابات، يعني كل الاحترام لمن يأتي بخمس مقاعد أو عشر مقاعد، بس مو بالضرورة أنك أنت تدخل. وأنا أعتقد أنه ربما ذاهبين إلى هذا الموضوع. أكو محاولات لإسقاط حكومة السيد محمد الشيع السودان. هسه مرة نشوف أكو دعوة للانتخابات مبكرة، مرة نشوف غير دعوة، مرة أكو محاولة للضغط لإيصال فكرة ربما للمتلقين أن حكومة السيد محمد الشيع السوداني حكومة جسور ليس إلا. شوف هي بالبداية ما كانت هذا الموضوع، وكانت الحكومة هي حكومة الإطار التنسيقي والكل كان يدافع عنها. حتى بعض الإشكاليات بعض الأزمات حينما نقول أن رئيس الوزراء وعد بخمس أولويات وتذكرينها الفقر والبطالة وغير ذلك وحصر السلاح، كان الكل يعترض يقول هذا يعني كلام مو منطقي. بالنهاية رئيس الوزراء سيمضي إلى تحقيق. اليوم تغيرت القضية، تغيرت عندما شعرت قادة الإطار. واليوم احنا نقول قادة الإطار باعتبار هي الكتلة الأكبر، قادة الإطار بدأوا يقلقون من تنامي شعبية السيد السوداني، لأن المقربين من السيد السوداني للأسف بالغوا بحجم المنجز. يعني حتى رئيس الوزراء لم يبالغ وهو يقول حققنا منجز، ولكن لم تتحقق كل
ما على الأقل الطمح إليه بنسبة 40%. المجسرات مهمة نعم، ولكن أيضا لدينا إشكاليات أخرى تتعلق بالفقر. اليوم أنا في المستشفيات أشوف ناس ما عندهم 1000 دينار يدفع هذا الوصل مال للدخول للمستشفى الحكومية. إحنا اليوم نشوف الخطوط الجوية العراقية يوميا رحلات إلى إيران وإلى الهند وإلى تركيا لغرض العلاج، إذا الواقع الصحي تعبان. إذا نجي على واقع النقل فهو الأسوأ، إذا نحكي على واقع التربية وهكذا. تباين أسعار الدولار حتى هذه والدولار غير لم تستطع مسيطر الحكومة عليها. طبعاً هذه إشكاليات. أستاذ حمزة، إذا الحكومة ماذا حققت؟ هل نجحت؟ لو راحت تحت سيطرة الكتل السياسية وكل شيء ما حققت على أرض الواقع؟ أكو جانبين بهذا الموضوع، جانب المنهاج الحكومي، المنهاج الوزاري اللي أي رئيس وزراء يجي يقدم فقراته إلى البرلمان ويصادق عليه البرلمان، وهذا البرنامج اللي صادق عليه البرلمان قبل كل شيء اتفاق مسبق بين الكتل السياسية على كل فقرة من فقراته، فهنا الحكومة تصبح ملزمة بتنفيذ هذا البرنامج ولكن في إطار رؤية القوى السياسية اللي هي الآن بهذه الحكومة اثنين طرفين رئيسيين، هم قوى الإطار التنسيقي، والائتلاف الأكبر اللي تحدث عنه الدكتور هو ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم بالإضافة إلى القوى الإطار التنسيقي يضم الشيعة الكرد والسنة. هنا الحكومة في إطار هذا البرنامج تحديدا، تحدثنا عن الجانب الفني فقط في البرنامج، حققت شيء جيد. يعني مو قضية مجسرات الجسور والطرق، وهي مهمة، هذه أيضا مهمة، يعني هذه لا يمكن الاستهانة بها. أكو رؤية غير الجسور، ماذا حققت حكومة السيد محمد شاه السوداني؟ أكو أشياء، يعني مثلا على صعيد الاستثمار وقعت الكثير من المعاهدات والاتفاقيات مع شركات، مع رجال أعمال، مع دول. واقعيين، كل الحكومات السابقة وقعت اتفاقيات لن ترى النور، راحت وتغيرت وما شفنا اتفاقية. هذا الجانب الثاني اللي لازم نحكي فيه، لكن الآن بهذا الجانب تحديدا أكو لنقل لأول مرة يصير عندنا متابعة جدية لسياقات التنفيذ. مثلا عندنا مشروع طريق التنمية، هذا المشروع العملاق اللي طرحه رئيس وزراء عندما تولى المسؤولية. الآن العام القادم بس هو كان بالبرنامج الحكومي أكو أولويات، هسه تغير تبدي بالأشد أهمية بعدين تبدي بالمهم. أول شيء كان مكافحة الفساد، شو إحنا ما شفنا؟ شفنا نور زهير قاعد في برنامج تلفزيوني ويحكي بحيل ظهر. خلينا نكون واقعيين، هنا وين مكافحة الفساد؟ فرح هاي النقطة، هاي بالذات، هذه لا الآن ولا الحكومة الجاية اللي راح تجي بعد السوداني ولا اللي بعدها راح تعالج هاي الأشياء اللي تحكين بها. لا ما راح تعالجها. ما راح تعالجها. طالما الديمقراطية التوافقية مستمرة والمحاصصة بهذه. اليوم عندنا رئيس هيئة النزاهة يحكي على قاضي، وقاضي يحكي على رئيس هيئة النزاهة، هذا يقول مرتشي وهذا يقول طلع نور زهير. زين أنا أريد أسأل اليوم كمتلقي، والله تاهت عليه، ما أعرف من الفاسد ومن النزيه. هذه مو مسؤولية الحكومة تحديدا، الحكومة جزء بيها، جزء معين، هاي مسؤولية كل الطيف السياسي. إذا تحدثنا عن القضاء، القضاء سلطة مستقلة. كانت متصدية، ورئيس هيئة النزاهة منه عينه السيد السوداني كلفه بالوكالة. يعني أنا أتحمل اليوم أحمل الحكومة الإله والعليا المفروض السيد السوداني يصدر الموضوع. أكو إجراءات بهذا المجال اليوم تحديدا القضاء أصدر بيان أنه بعد أن تابع المؤتمر الصحفي اللي عقده رئيس النزاهة والتصريحات تبين انه الامور غير شكل غير اللي قالها، واليوم اكو اجراءات. يعني الحكومه ما حتى يعني الحكومه إجراءات. ما وقفت بالضد من هذا الاجراء. السيد السوداني كلف رئيس هيئه النزاهه، كلف يعني الان يعني كلف شخص هو غير مسؤول على غير قدر المسؤوليه. اولا القاضي حيدر حنون هو شخص ما جاي طارئ، يعني على القصه قاضي محترف، رئيس استئناف كان، فمن كلف وكان راضي عليه كل الطبقه السياسيه. اليوم انا اكلف شخص غير ادعمه، اتحمل الاليه واتحمل العائق، اقول هذا الشخص انا جبت. يعني تقصدين اليوم حتى بهذه الاجراءات لازم يبقى طبعا قدامه. او على القليل يطلع يوضح شنو اللي صار. لا مو الان القضيه في عدة القضاء، مو مسؤوليه الحكومه بهذا الموضوع. استاذ مجاشع، هل شفت في حكومه معينه يطلع فاسد تمساح مثل نور زهير يسولف بهالحجم وبهالتسليط الضوء الاعلامي، او يطلع رئيس هيئه النزاهه ينتقد القاضي والقاضي ينتقد رئيس هيئه النزاهه؟ هل هذه صارت في حكومات سابقة لو فقط في حكومة السيد محمد شياع؟ لا طبعا، يعني هذه الحالات التي ظهرت في حكومة السيد محمد شياع السوداني هي حالات خطيرة جدا، لا نحمل السيد السوداني لوحده،
يعني قضية نور زهير، شوفي قبل سنة كان هناك لقاء تلفزيوني للقاضي ضياء جعفر اللي هو قاضي النزاهة، تحدث بكلام صريح قال إنه القضايا الفساد الكبرى مرتبطة بجهات سياسية، فإحنا يمارس علينا ضغط، هذا هو سيادة القاضي تحدث به. وقبلها قال سياسيين، يعني تتذكرين تصريح لسيد علي الأديب قال إحنا ما نقدر نحاسب الفاسدين لأن إذا نحاسب الفاسدين احتمال يسقط النظام. بس الكل جاي يقول علي ضغط، رئيس هيئة النزاهة يقول علي ضغط وهو الآن كلها. متهم يعني هسه أنا منو أعرف علي ضغط؟ والله تهمت القوة السياسية الكبيرة تضغط، ونور زهير لا يمكن أن يهرب. شو ست فرح، إحنا واللي المؤسسة الحكومية نعرف ما يقدر الموظف البسيط يسرق مليون دينار، لأن أكو عندنا إجراءات كلش مشددة بالنسبة للدوائر القانونية، دوائر التدقيق، دوائر العقود، لكن هو من يستطيع أن يبدأ بتحميل يعني سيارات شحن فلوس قدام يعني رئيس النزاهة وقدام الحكومة وقدام القيادات قدام ديوان الرقابة المالية إذا لم يكن مسنود؟ هذا الموضوع احنا متفقين عليه، نور زهير لا يمكن أن يقوم بهذه المهمة ما لم يكن هناك أطراف ساعدوه بهذه القضية. هاي قضية الفساد قضية خطيرة جدا، وأنا أستغرب أي رئيس وزراء يقول أنا سأعالج الفساد. الفساد في العراق أصبح للأسف إحنا عبرنا مرحلة الفساد، إحنا اليوم تسليب ست زينب ست فرح وصلنا إلى مرحلة التسليب للأسف. يعني تسليب منو يسلب منو؟ يعني ما صار قضية نور زهير، ما يحصل اليوم في ما يتحدث عنه رئيس هيئة النزاهة السابق يقول في عندنا في المنافذ الحدودية عندنا تسليب عيني عينك، ما يحصل في الدوائر مثلا في خطوط جوية العراقية، ما حصل في سكك الحديد الصفقة الأخيرة. دكتور مجاشع، كل هذه أكو جهات وأكو وزراء مسؤولين على هذه وأكو جهات سياسية مسؤولة عن كل الوضع. أرد أسألك اليوم كم وزير من وجهة نظرك يستحق التبديل؟ يعني أنا المعلومات اللي عندي مثل ما قلت لك، يعني أحد المستشارين قال 90% هو غير مقتنع بهم رئيس الوزراء. 90% من الوزراء زي. وإحنا إذا أريد نشوفهم هسه شنو المنجز؟ بس أنت أريد أسألك عن رأيك الشخصي. أي رأيي الشخصي إنه للأسف الشديد إحنا غالبية الوزراء اللي عندنا لا يستحقون، لكن بالنتيجة أنا أقول من هم الذي أوصلهم إلى هذا الموضوع؟ القوى السياسية. يعني لا تحملون رئيس الوزراء لوحده مسؤولية. أنا ما رح أحمل رئيس الوزراء، رح أحمل الوزير. كم وزير من وجهة نظرك أخفق أقلها هسه في الأشهر الماضية؟ إذا الوزير سمحوا له بأن أيضا يحدد القيادات العليا بوزارته، يعني بس احنا بعض الوزراء التقيناهم قال انا عندي وكيل وزير ما يخليني اشتغل زي. عندي مدير عام ما يخليني اشتغل ما يخلي. اذن هم راح نرجع للضغوط السياسية. استاذ حمزة، كم وزير من وجهة نظرك يستحق التبديل؟ ما اقدر احدد كم وزير، لكن اتفق مع رأي الدكتور وهو نقلا عن احد المستشارين. صحيح احنا عندنا مؤشرات، لكن مو اقل من 6-7 وزراء، يعني بدون ان نحدد اسماء ممكن هناك مؤشرات على نعم. على طبيعة ادائهم، لكن وزراء اخرين الجو السياسي هو الضاغط على هذا. إذن هم قد يكون الوزير للتوافقات والأجواء السياسية الضاغطة. يعني القوى السياسية ما تترك رئيس وزراء يشتغل بكيفه، هي الوزراء الوزير اللي يجيبه الآن رئيس وزراء ما قدر يغير أي وزير لأنه وراء كتلة. حتى البرلمان مدى يستجوب مدى يستضيف مدى يسوي ويطلبون رئيس وزراء بالتغيير نعم. بينما المفروض أولى بهذا الموضوع البرلمان. شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حمزة مصطفى، حياك الله. شكرا جزيلا الباحث في الشأن السياسي الدكتور مجاشع التميمي. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. ننتقل الآن بكم إلى الموجز الخبري. في تقرير ومناقشة قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام ويرفع جلسته إلى يوم غد الثلاثاء. السوداني يؤكد لوفد شركة أبل الأمريكية أن العراق يشهد اليوم تحولات في الواقع الرقمي. مديرية الأحوال المدنية تعلن إطلاق نظام جديد للحجز الإلكتروني على البطاقة الموحدة خلال الأسبوع الجاري. رئيس مجلس الخدمة يؤكد أن جميع المتقدمين من حملة الشهادات العليا والأوائل سيحظون بفرص التعيين. وزارة التخطيط تعلن تشكيل لجان خاصة بمعالجة المشاريع المتلكئة والتحرك لحل مشاكل 450 مشروعاً.
الحصاد انتهى لهذه الليلة. شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.